والسحر آفة قديمة في العالم، لأنه يترتب عليه ويحصل من آثاره أضرار عظيمة، من القتل، إنه يقتل أحيانا، ومن تفريق بين الزوج وزوجه، تفريق بين الناس، البغضاء، وكذلك يحصل منه تغيير للحقائق مما يعمله الساحر من القمرة، سحر أعين الناس، ويظهر لهم الشيء على غير حقيقته ليظهر بذلك مهارته وقدرته، فيغتر به الناس. السحر آفة خطيرة، ولهذا حذر الله منه في آيات كثيرة، ذكر ضرره وحكم على الساحر بأنه كافر خارج من الملة، واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي تتبع الشياطين، أدل على أن السحر من عمل الشياطين، على ملك، يعني في وقت سليمان، على ملك سليمان، يعني في وقت سليمان عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل وملوكهم. وكان قد سخرت له الجن والعفاريت، سخرها الله له في الأعمال الشاقة، وكانوا يصطحبون، كان الشياطين يصطحبون معهم السحر. فلما مات سليمان عليه السلام ووجدت اليهود السحر الذي مع الشياطين، ظنوه من عمل سليمان، فألصقوا بسليمان عليه السلام أنه يسحر الناس. وهذا من تجرع اليهود على الأنبياء، ليس هذا بغريب على اليهود، يقتلون الأنبياء ويتجرؤون عليهم، بل يتجرؤون على الله، يصفونه بالبخل، ويصفونه لأن يده مغلولة، إلى غير ذلك من وقاحاتهم قبيحة مع الله ومع رسله ومع خلقه، ولا يزالون على هذا، يسعون في الأرض فسادا، كما قال الله سبحانه وتعالى، دائما يسعون في الأرض فسادا. فاتهموا سليمان بأنه إنما سخر الشياطين والجن بسحره، قبحهم الله. الله جل وعلا نزه نبيه عن ذلك، فقال: وما كفر سليمان. لماذا لم يقل وما سحر سليمان كما تقوله اليهود؟ قال: وما كفر، لأن السحر كفر. سليمان عليه السلام نبي، والنبي لا يمكن أن يمارس الكفر والشرك بالله عز وجل. وما كفر سليمان، يعني لم يتعاطى السحر، لأن هذا كفر ولا يليق بسليمان عليه السلام. إذن من هو الذي كفر؟ من هو الذي سحر؟ ولكن الشياطين كفروا، فأبطل الله كيد اليهود في اتهام سليمان عليه السلام بالسحر، وبين مصدر السحر وأنه من الشياطين، يعني شياطين الإنس وشياطين الجن، السحرة، ما يسحر إلا شيطان،
سواء كان من الإنس أو من الجن. ولكن الشياطين كفروا. بماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر كفر تعليم، فالذي يعلم الناس السحر يكفر، كما أن المتعلم يكفر أيضا. المعلم والمتعلم للسحر كل منهما يكفر. إنما نحن فتنة، يقول الملائكة إنما نحن فتنة فلا تكفر. أنزلهم الله يعلمون السحر ابتلاء للناس، ابتلاء واختبارا للناس، أيهم يثبت على دينه أو يأخذ السحر. فينصحان من جاءهما إنما نحن فتنة، نحن لا نعلم السحر رغبة فيه أو ترغيبا فيه، وإنما الله أراد بنا أن يبتلي بني آدم، يتبين المؤمن الثابت على دينه الذي لا يتعاطى السحر، والذي يخرج من دينه ويأخذ السحر ويترك دينه، لا حكمة في ذلك. إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر، كما أن تعليمه كفر. يعلمون الناس السحر كفروا، يعلمون الناس السحر، تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل.